احتضن معرض أولمبيا لندن معرض دبي للعقار تحت مظلة دائرة الأراضي والأملاك في حكومة دبي. معرض دبي العقاري قدم لزواره نظرة شاملة وفكرة معمقة حول قطاع العقارات في الإمارة، إذ يعد منصة مثالية لعرض محفظة مشاريع الشركة المتنوعة وتقديم لمحة عنها في إطار تسويقي ومنهجي يهدف إلى وضع تصور جديد وملموس لوضع سوق العقار في دولة الإمارات العربية المتحدة. المعرض كان فرصة للإجابة على تساؤلات مستقبل العقار في دولة الإمارات العربية وفق الأوضاع الاقتصادية الجديدة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط. طبعاً أنا أقدر أقول لك من عن طريق ملهمنا وقائدنا الشيخ محمد، نحن دائماً نحط عمارنا في المركز الأول، ما نقبل مركز أقل من هذا. وفعلاً التطور اللي صار في السوق العقاري لدبي مشهود فيه، الناس كلها تتكلم عنه، واليوم القطاع هذا يلعب دور كبير في المنظومة الاقتصادية. وفعلا دبي يعني ممكن انا اقول لك ووك ذا توك، يعني موجود العقارات اللي انت ممكن الاستثمارات اللي انت اليوم نحن وصلنا من انشاء مثلا دائره الاراضي لين اليوم وصلنا 600 مليار في اللي هي التداولات العقاريه، صاروا عندنا اكثر من 150 الف مستثمر عقاري، احنا صاروا عندنا مستثمرين مثل البريطانيا اللي هي يوكي المرتبة الثالثة من أنواع المستثمرين الموجودين في دبي، فهذا يدل على فعلا قوة السوق العقاري في دبي. لكن ماذا عن مستقبل سوق العقار في دولة الإمارات بعد تجاوزه الأزمة المالية العالمية، وكيف هي مؤشرات استقراره ونجاحه؟ الأزمة كانت أزمة عالمية، ولكن نحن علمنا بقايدنا أن نحن هذه الأزمات وهذه العقبات نحولها لتحديات، وفعلا هي التحدي اللي نحن واجهناه في السوق العقاري كان لصالحنا، ان بالعكس انتعش السوق اكثر، صار متشور اكثر، المستثمر صارت عنده ثقه اكثر، واليوم اذا جيت تشوف الترند للسوق العقاري صار ستيبل، يعني صار التدريج مالته فيري ستدي. المطورون في العقار ومجالات استثماراته يرون أن سوق العقار في دبي ودولة الإمارات يشكل بحد ذاته تحديا كبيرا على وجود رغبة حقيقية في استعادة حالة التوازن والاستقرار في مستويات البناء والتنمية، خصوصا مع وجود إجراءات للاستثمار الآمن والتي تهدف في التعامل مع مستثمرين حقيقيين وليس مضاربين، وهو أمر مكن السوق من تحقيق حالة الاستقرار. السوق بصفة عامة من تقريبا من اول 2013 شهد حاله انتعاش، نقدر نقول ان الحاله العامه بتاعه الانتعاش افضل بكتير من قبل الازمه، لان الاطار القانوني اللي بيحكم المجال العقاري صار في موقع اقوى، وفي تحكم من الحكومه على العمليات الاقراض وعمليات الاستثمار. فبصفه عامه من 2013 السوق شهد حاله تطور وحاله انتعاش، ولكن بصفه حذر، ما فيش إقدام زي الأول، نوعية المستثمرين مش زي الأول، صار في إمكانية إن هم الملاءة المالية بتاعتهم موجودة، سدادهم للأقساط بصفة منتظمة، ما شفناش حالات متعثر كتير. ومن بين أهم المشاريع السكنية والمشاريع متعددة الاستخدامات التي تم عرض نماذجها المعمارية في المعرض، جميرة بيتش ريزيدنس ذا فيلا مودرن ليان ودبي لاند، وكذلك ذا اكزوتيك تاورز وفيجن تاور، ومشروع باي سكوير في الخليج التجاري وبرج خليفة. وتلعب دائرة أراضي دبي دورا محوريا في هذا الحدث يتوافق مع رسالتها العامة وأهدافها الاستراتيجية، ومن أهمها الترويج للإمارة كأبرز وجهة للاستثمار العقاري في العالم. يشكل معرض دبي العقاري في لندن منصة مثالية لعرض محفظة المشاريع المتنوعة، بجانب الإسهام في تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة مثالية لسوق العقار. ديار العمري، أخبار الإمارات، لندن.